The Gaza Strip has been over the top. بعد تعثر دخول المساعدات برا وعدم كفايتها جوا، أهل غزة بانتظارها بحرا عبر رصيف عائم اقترحت الولايات المتحدة إقامته. رصيف عائم على ساحل غزة قد يستغرق بناؤه حوالي شهرين، وبالتأكيد المدة تعتمد على تعاون إسرائيل الذي لم تضمنه حتى الآن واشنطن، ويتطلب بناؤه الاستعانة بنحو 1000 عسكري أمريكي. بايدن وجه الجيش ببناء ميناء مؤقت على ساحل غزة لاستقبال السفن الكبيرة التي تحمل الغذاء والماء والدواء والملاجئ المؤقتة. الرصيف البحري العائم سيبنى من قوالب حديدية يتم تصنيعها مسبقاً لتنقل إلى الموقع المحدد لتركيبها. يبلغ طول القطعة الواحدة 12 متراً، تربط معاً لتشكل رصيفاً وجسراً يصل طوله إلى حوالي 550 متراً. قد يستغرق البناء من 30 إلى 60 يوماً بحسب الحجم المطلوب للرصيف، ويكون مهيئاً لاستقبال سفن كبيرة الحجم تحمل المساعدات إلى الرصيف ثم تنقل بقوارب أصغر إلى شاطئ غزة. بحسب مسؤولي الدفاع، فإن لواء النقل السابع المتمركز في قاعدة لينغلي يوستيس المشتركة في فيرجينيا بدأ بالفعل بتجميع معدات اللوجستيات، لكن الأمر وفقاً لمراقبين لن يكون بهذه السهولة، فهناك إجراءات إدارية وأخرى أمنية. السفن والقوات والمهندسون بحاجة إلى حراسة أمنية، بالإضافة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية لا تزال تبحث عن كيفية ضمان حماية قواتها أثناء بناء الرصيف. رفع السعد، الحدث.